فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك اختلاف التنوع إذا لم يحصل بغي، كما في قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار، فقطع قوم وترك آخرون. نعم، فكل من أخذ بوجه من وجوه الدلالة في الدليل الواحد كل منهما على حق وكل منهما محمود ومأجور، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وضرب الشيخ لذلك مثالا في القرآن الكريم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بني النضير من اليهود، لما خانوا العهد وغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قريبين من المدينة، لم يحتاجوا إلى خيل وركاب بل مشوا إليهم بأقدامهم، فلما وصلوا إليهم بعضهم قطع الأشجار والنخيل نكاية باليهود وبعضهم لم يقطع، فاختلفوا في هذا، فكل منهما محق. وقد صوب الله الطائفتين، قال: ما قطعتم من لينة، واللينة هي النخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي بشرعه، بإذن الله الشرعي، لأن الإذن على قسمين: إذن كوني كما في قوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إذنه الكوني القدري، والإذن الشرعي الذي يأمر الله به وينهى، هذا هو الإذن الشرعي. فكل من الطائفتين محق، الذين قطعوا نكاية بالعدو والذين لم يقطعوا لأجل الإبقاء على الأشجار النافعة المفيدة. ولهذا قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فصوب الطائفتين وإن كانتا مختلفتين، لكن لما كان لكل من الطائفتين وجه حق ودلالة فإن الله صوب الطائفتين. فهذا دليل على أن اختلاف التنوع لا يضلل فيه. نعم. قال: وكما في قوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم. وكذلك قصة داود وسليمان عليهما السلام في قصة الغنم التي أكلت زرع القوم، نفشت فيه غنم القوم يعني رعته في الليل، والنفش هو الرعي في الليل. فلما تخاصموا إلى داود عليه السلام حكم بأن الغنم تكون لأصحاب الحرث عوضا عن حرثهم، فلما جاءوا إلى سليمان عليه السلام حكم بأن تدفع الغنم لأهل الحرث يشربون من ألبانها ويستفيدون منها، وحكم على أهل الغنم أن يسقوا الزرع حتى يتكامل كما كان، ثم ترد الغنم إلى أصحابها والزرع إلى أصحابه. فالله جل وعلا صوب سليمان، ولهذا قال: ففهمناها سليمان، وأثنى على كل من داود وسليمان بالعلم، فدل على أن الاجتهاد في المواطن التي يسوغ فيها الاجتهاد أنه لا يلام أحد الطرفين، وكل يأتي بما أدى إليه فهمه واجتهاده.